مساء الخير. ما إن غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبنان حتى انطلقت تظاهرات سيارة للتيار الوطني الحر في بعض المناطق، بدءا من سانتر ميرنا الشالوحي مرورا ببيروت حتى ساحة الشهداء، وأيضا من الكورة باتجاه البترون وجبيل بعد قطع أوتوستراد شبكة لبعض الوقت. وتأتي هذه التظاهرات عشية جلسة مجلس الوزراء التي يريدها التيار لبت آلية العمل، فيما يحرص الرئيس تمام سلام على الإنتاجية لصالح الناس. ويريد التيار أن تكون الآلية باتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالإجماع، فيما يحرص الرئيس سلام على التوافق بالغالبية لضمان الإنتاجية في الجلسات. إذا وزير الخارجية الإيراني انتقل من بيروت إلى دمشق وأجرى محادثات مع الرئيس بشار الأسد، وشدد على دعوة الجيران إلى مكافحة الإرهاب. وهذه الدعوة ركز عليها ظريف في بيروت في محادثاته التي أجراها مع الرئيس بري، الذي أوضح أن وزير الخارجية الإيراني أكد أن بلاده لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، مشيرا إلى لبنانية الاستحقاق الرئاسي. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الانتخاب الرئاسي تأجلت إلى 2 أيلول. محادثات ظريف شملت أيضا مقبل وباسيل وبعض الرئيس بري. في أقل من 24 ساعة أجرى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف سلسلة لقاءات تحت عنوان وحيد: إرساء الاستقرار في المنطقة واعتماد سياسة الحوار بعد إنجاز الاتفاق النووي الإيراني. ظريف زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، وتناول اللقاء الاتفاق النووي والمرحلة المقبلة، واستغرق ساعة كاملة تخلله خلوة قصيرة بين بري وظريف، الذي نوه بدور الرئيس بري في حفظ الاستقرار ودعم المقاومة، مشيرا إلى التحديات الطائفية. الخلافات الداخلية الطائفية التطرف تعتبر التحدي الكبير ومن التحديات الكبيرة في هذه المنطقة، حيث لا يمكن القضاء على هذه التحديات إلا بمزيد من التعاون بين الدول فيها. ظريف اجتمع إلى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الذي زاره في مقر إقامته في فندق الفينيسيا، لافتا إلى أن الحديث تناول التصرف الإيجابي لمصلحة لبنان، قائلا ردا على سؤال: لم نتحدث عن تسليح الجيش. تحدثنا أكثر شيء بكل ما يخص التصرف الإيجابي لمصلحة هذا البلد، لمصلحة لبنان. موضوع تسليح الجيش. ما اضطرنا على تسليح الجيش. الجيش اليوم بجهوزية كاملة وبقوة كاملة وبتماسك كامل. هيدا بتجي مرحلة ثانية. بس كان طرح ما قبل الاتفاق اللي صار. كان طرح. هل هذا الطرح رجع جدد؟ أي طرح؟ الطرح هو عملية تسليح الجيش والبحث عن إضافة الهبة الإيرانية. بتجي. يواش. ومن قصر بوستروس، حيث عقد لقاء في وزارة الخارجية بين الوزيرين محمد جواد ظريف وجبران باسيل، أعقبه مؤتمر صحفي مشترك، أمل ظريف استمرار الحوار في لبنان مشيدا بالحوارات القائمة بين مختلف الجهات اللبنانية. نحن نعتبر لبنان مثالا في الواقع، وحاولنا خلال هذه المحادثات أن ننفذ ما نراه في لبنان. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمد يد التعاون إلى جميع جيرانها، ونتمنى أن الشعوب في هذه المنطقة وكذلك الشعب اللبناني يجنون ثمارا طيبة من هذا التعاون. بدوره أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن الاتفاق النووي الإيراني يحمل معه انتصار لغة الحوار والدبلوماسية على منطق العزل. وها نحن اليوم نقف سويا في خندق واحد في معركتنا ضد الإرهاب، وأنه خندق يتسع للجميع للمواجهة، والجميع مدعوون إليه. من يريد هذه المواجهة فقد استقطبت للأسف سوريا العناصر الإرهابية من خارج سوريا، وكانت لديها قدرة استقطاب مغناطيسية، وها هي اليوم للأسف يتصدر الإرهاب ويصدر من الأرض السورية باتجاه دول كثيرة، ولبنان يعاني من هذا على حدوده الشرقية. وفد من القوى والفصائل الفلسطينية زار ظريف في مقر إقامته وبحث معه في الإرهاب الذي تمارسه المجموعات الصهيونية المتطرفة في الأراضي المحتلة، إضافة إلى تقليص عمل الأونروا. ظريف رأى أن الاتفاق النووي السلمي هو نصر للمنطقة ويوم عزاء للكيان الصهيوني، وكانت كلمات ومداخلات ومنها لمسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة. نؤكد على أهمية
دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم القضية الفلسطينية، وكذلك دعم الشعب الفلسطيني في الخارج، وخصوصا في ظل الحديث عن دور مشبوه لبعض الدول العظمى بوقف دعم وكالة الأنروا وإنهاء خدماتها. ظريف كان اجتمع إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأجرى البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى المساعي الجارية للبحث عن حلول في أكثر من ساحة وبلد وإلى نتائج الاتفاق النووي. الرئيس بري رأى أن الاتفاق النووي سيشكل نقطة تحول تاريخي ودولي على لبنان والمنطقة، والوزير الإيراني أكد التزام إيران بدعم لبنان وبعدم التدخل في شؤونه. رئيس مجلس النواب نبيه بري أشاد بنتائج زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بيروت، منوها بالمواقف التي أدلى بها تجاه لبنان وبحرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الداخلي اللبناني واستقراره وعلى كل ما يتفق عليه اللبنانيون في كل الاستحقاقات. الوزير ظريف أبلغ الرئيس بري بأن إيران ملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكدا حرصها على كل ما يساهم في دعم ومساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة والدقيقة. الرئيس بري تطرق مع الوزير الإيراني إلى الاتفاق النووي ومرحلة ما بعد الاتفاق، ونقل النواب عن الرئيس بري قوله بأن يوم 14 تموز وهو يوم توقيع الاتفاق النووي سيشكل نقطة تحول تاريخي ودولي سينعكس على لبنان والمنطقة. من جهة ثانية، الرئيس بري التقى سفير سلوفاكيا في لبنان في زيارة وداعية. جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والتي كانت مقررة اليوم مصيرها كسابقاتها، والجلسة المقبلة في الثاني من أيلول. لم تحمل الجلسة 27 لانتخاب رئيس للجمهورية أي جديد، واللافت تناقص عدد النواب المشاركين فيها إلى حد غير مسبوق منذ بدء الجلسات الرئاسية قبل عام وخمسة أشهر، بحيث لم يتجاوز الحضور 34 نائبا أي حوالي ربع المجلس النيابي. الجلسة أرجئت كالعادة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد عام وحوالي ثلاثة أشهر على الفراغ الرئاسي، وبينما كان النواب المشاركون على قلتهم يدخلون القاعة ليكتمل مشهد لا جلسة، كانت رئاسة المجلس تعلن بيان إرجاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب إلى موعد جديد في الثاني من أيلول المقبل وفي ضيافتها وزير خارجية إيران. وكما الحضور كان خجولا، كذلك التصريح النائب روبير فاضل فقط عقد مؤتمرا صحفيا رأى خلاله أن شعار المرحلة هو الهروب إلى الأمام في سباق إلى الانتحار، وهو دليل على عجز القيادات السياسية عن إدارة البلد، داعيا إلى متابعة التحرك الذي بدأ في 25 من حزيران الماضي. في عمان، الرئيس سلام يلتقي نظيره الأردني ويشارك في افتتاح أعمال اللجنة اللبنانية الأردنية، حيث أكد أن مواجهة الجماعات الإرهابية تحتم عدم التهاون في التصدي لها. في زيارة استمرت ساعات، التقى رئيس الحكومة تمام سلام نظيره الأردني عبد الله النصور في العاصمة الأردنية عمان، حيث عقد الرئيسان لقاء ثنائيا تلاه لقاء موسع ضم الوفدين اللبناني والأردني. تحدث خلاله الرئيس سلام عن معضلتين أساسيتين: النزوح السوري الهائل إلى كل من لبنان والأردن في ظل شح المساعدات الدولية، والمواجهة المباشرة مع الجماعات الإرهابية التي أشار سلام إلى أن مواجهتها تحتم على البلدين عدم التهاون في التصدي لها. وأشار إلى أن الإرهاب الذي تشهده المنطقة يلحق الإساءة بالإسلام والمسلمين. إننا ندين هذا الإرهاب بشدة، ونؤكد تصميمنا على التصدي له، وندعو المجتمع الدولي إلى مزيد من التنسيق والتعاون من أجل محاصرته وتجفيف منابعه والقضاء عليه. لقد اكتوينا معا أردنيين ولبنانيين بنار الإرهاب. إن دماء الشهيد الطيار معالي الكساسبة ما زالت شاهدا على وحشية هذا السلوك الإرهابي الذي لا يقبله عقل ولا منطق ولا يقره دين. ونحن في لبنان لم ولن ننسى مواطنين المدنيين الذي سقطوا في التفجيرات الإرهابية، ولا جنودي الذين استشهدوا في المواجهة مع الإرهاب ولم
ولن ننسى عسكريين الأبطال الذين ما زالوا محتجزين منذ عام لدى الجماعات الإرهابية. بدوره أشار النسور إلى أهمية التعاون بين لبنان والأردن ومتانة العلاقات بينهما، مشيرا إلى تأثر البلدين سلبا بواقع الأزمة السورية. بعد ذلك تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والإعلام والطاقة المتجددة والتنمية الاجتماعية. الرئيس سلام أكد أهمية مضاعفة جهود اللجنة العليا اللبنانية الأردنية في دورتها السابعة لإرساء قواعد متينة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن العلاقات بين لبنان والأردن تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية وأخوية، ولفت إلى أنه يتطلع لأن يشكل اجتماع اللجنة نقطة بارزة في مسيرة تطوير العلاقات. عن الأزمة السورية دعا سلام المجتمع الدولي للخروج من المتفرج على مأساة الشعب السوري والسعي الجدي لوضع حد لها عبر حل سياسي يضمن وحدة أراضي سوريا بما يتيح عودة فورية لملايين اللاجئين السوريين. من جهة ثانية دعا سلام الجهات العربية والدولية المانحة إلى المسارعة لسد الثغرة المالية في ميزانية وكالة الأونروا لتحسين خدمات الوكالة للفلسطينيين. وكان أقيم للرئيس سلام والوفد المرافق مراسم استقبال رسمي في دار رئاسة الحكومة الأردنية، تخلله عزف موسيقى التشريفات الأردنية والناشدين اللبناني والأردني. وعصرا التقى الرئيس سلام أبناء الجالية اللبنانية في الأردن، حيث أكد أنه على الرغم من الصعوبات التي تحيط بنا، أملي كبير جدا بالإرادة اللبنانية التي تمكنت عبر العصور أن تصمد في وجه أعتى الرياح والعواصف. هل أنقل إليكم أوجاعنا وآلامنا ومصائبنا في لبنان؟ هل أنقل إليكم المعاناة الكبيرة والأزمة الكبيرة المتمثلة بالشعور الرئاسي المستمر والمتمادي؟ هل أنقل إليكم شلل السلطة التشريعية وعدم تمكننا من إقرار القوانين التي فيها مصلحة لبلدنا وشعبنا؟ هل أحدثكم عن التسلل الذي يمضي أيضاً باتجاه الحكومة في محاولة شلها وثنائها عن العمل والقيام بواجبها؟ رغم كل ما ذكرت ورغم كل الصعوبات التي تحيط بنا، أملي يبقى كبير بالإرادة اللبنانية، هذه الإرادة التي تمكنت قبل العصور أن تصمد في وجه أعتى الرياح والعواصف، وتميز اللبناني بمرونته، بسعة صدره، بجرأته، بإقدامه في مواجهة كل الاستحقاقات. وما زلنا رغم كل ما نحن فيه نعول على هذه الخصال وهذه الطباع وهذه الصفات على اللبناني، وأنتم تعولون معي عليها. صفاتنا ببعضنا البعض يجب أن تستمر ويجب أن تقبل، ولن لا يفرقنا لا طائفة ولا حزب سياسي ولا فكر سياسي. يجب أن نجتمع كلنا يد واحدة في سبيل وحدتنا الوطنية. لبنان نموذج التعايش، نموذج العيش الواحد والفريد من نوعه في المنطقة وفي العالم. نحن مؤتمنون على الحفاظ عليه، وأنا من جهتي عهدت نفسي وعهدت اللبنانيين على عدم التخلي عن هذه المهمة مهما كان. كما أشرنا في مستهل النشرة، فإن تظاهرات سيارة لمناصري التيار الوطني الحر انطلقت من منطقة ميرنا الشالوحي باتجاه ساحة النجمة ومرت في جلديب، حيث قطعت الطريق لبعض الوقت بسبب كثافة السيارات. كذلك أقفل الطريق شكة لبعض الوقت أثناء توجه التظاهرات إلى البترون وجبيل. وفي ساحة الشهداء تجمعت التظاهرات، ومن هناك أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن ساحة الشهداء ساحتنا وهناك استهتار بالمسيحيين، مؤكدا أن النزول إلى الشارع هو من أجل النفايات والماء والكهرباء والانتخاب رئيس قوي، مشيرا إلى أن النضال سيكون في الشارع وفي الحكومة. من المنتظر أن تعلن هذا المساء نتائج انتخابات مجلس نقابة المحررين، ويتوقع أن يكون فرز الأصوات
التي زادت عن 350 صوتا لصالح اللائحة التي يترأسها النقيب ليسعون، وكانت الانتخابات بدأت صباحا واستمرت حتى الخامسة. المكان اليونسكو، الحدث انتخابات نقابة المحررين، أما المرشحون فهم ليسعون، سعيد ناصر الدين، جوزيف قصيفي، علي يوسف، سكارليت حداد، نافذ قواص، مي عبود أبي عقل، واصف عوضة، جورج بكسيني، مي شهاب، جورج شاهين، ويوسف دياب، والمرشح المستقل يونس السيد. أما المشهد فكان من المتوقع أن يكون أكثر حضاريا وأكثر ديمقراطيا، هرج ومرج رافقا العملية الانتخابية التي بدأت منذ 9 صباحا وسط انقسام حاد ومقاطعة من قسم كبير من المنضويين في النقابة، وقد شهدت تدافعا بين المشاركين والمعترضين على خلفية خلاف على اللوائح ومجريات العملية الانتخابية. ولم تخلو الانتخابات من الإشكالات والتلاسنات بين الصحفيين، تزامن مع ذلك اعتصام نفذه المعترضون على العملية الانتخابية أمام قصر اليونسكو. وكانت قد عينت قاضية الأمور المستعجلة زلفى الحسن خبيرا محلفا لتسجيل وقائع الانتخابات من أجل تبيان مطابقة العملية للنصوص المرعية الإجراء. المقاطعة برا، إذا بقينا برا ما بتفيد، نحنا بدنا نفوت لجوا، ما فينا نضل من برا ننظر ونحكي وننتقد. على أمل رأب الصدى في النقابة وأن يكون التنافس فقط من أجل تطويرها. نواصل تقديم النشرة بعد هذا الفاصل. أحييكم من جديد. نقل الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى مرجع عيون الحكومي 5 جرحى لتلقي العلاج إثر الإشكال الذي وقع في بلدة الماري الحدودية بين عدد من أبناء البلدة وعمال من التابعية السورية يعملون في الزراعة، وذلك على خلفية فتح سكر المياه، حيث تطور الإشكال إلى تلاسن وضرب بالعصي موقعا عدد من الجرحى من الطرفين. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل يؤكد من الديمان أن لا خوف من انفراس عقد الحكومة، ويؤكد أن الجيش متماسك وقوي وجاهز. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل أن لا خوف من انفراس عقد الحكومة، فكل الأفرقاء والفرقاء واعون لهذا الخطر وهم حريصون على استمرار العمل الحكومي. أنا مع التعيينات، أنا مع التعيينات، بس اليوم اذا ما صار في توافق على التعيينات شو بنعمل؟ منوقف استمرارية المؤسسة العسكرية يلي هي بعد المؤسسة الوحيدة بهالبلد يلي هي متماسكة ويلي هي مجهزة ويلي هي خشب الخلاص، خشبة الخلاص بهالبلد. يعني اليوم اذا تكربج المجلس العسكري شو بنعمل؟ اذا هالجيش والعسكر بدهم ياكلوا، مين بده يطعميهم؟ الوزير مقبل وخلال زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي تساءل ماذا سيحصل في البلد في حال انفراط العقد الحكومي في ظل عدم وجود رئيس للجمهوريه وانعدام انعقاد مجلس النواب. وعن لقائه وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أشار مقبل إلى أنه أكد للضيف الإيراني أن الجيش متماسك وقوي وجاهز وحاضر، طالبا منه المساعدة في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. أشار نائب رئيس البرلمان التونسي بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن تونس تجابه خطرين اثنين، الأول خطر الإرهاب الذي يدق بقوة على أبواب البلد، والخطر الثاني هو خطر التخلف التنموي الذي نسعى بكل جهد لأن نتداركه. نشاطات وزارية في هذا الشريط. تناول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع رئيس حزب السلام اللبناني رجيء إدي الأوضاع العامة وشؤونا تتعلق بالسياحة والمؤسسات السياحية في لبنان. إدي شدد على أهمية التعاطي الإعلامي المتوازن مع الأحداث وتغطية النشاطات السياحية والمهرجانات في المناطق. شدد وزير الثقافة ريمو عريجي على دور الشباب اللبناني في إظهار صورة لبنان الثقافة والتنوع في العالم، معلنا في مؤتمر صحفي عقدته لجنة النجوم اللبنانيين من أجل لبنان أفضل عن موعد انطلاق جولة أكبر علم لبناني حول العالم بدعوة من رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد بحضور كبار الفنانين ورجال الفكر والإعلام في القصر البلدي لمدينة بيروت.
اطلع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب من النائب علي فياض على رأس وفد من المسؤولين التربويين في حزب الله على الحاجات التربوية لمدارس المناطق وسبل تلبيتها، ورأس وزير التربية اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، وتناول البحث النقاط الواردة في جدول الأعمال، وتم التداول في ترشيحات المؤسسات الجامعية لاختيار أعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية والتشدد في مطابقة الشروط الواردة في قانون تنظيم التعليم العالي الخاص. زار رئيس برلمان الباراغواي مدينة بعلبك، حيث أكد أن الهدف من زيارته لبنان هو الحفاظ على التواصل بين لبنان والباراغواي. باشرت الكتيبة الكمبودية العاملة في قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب العمل على تنظيف مجرى نهر الوزاني قبالة منتظه حصن الوزاني بعد الاتصالات التي أجرتها قيادة اليونيفيل بجيش العدو للسماح لأصحاب المنتجع السياحي بتنظيف المجرى من الأتربة والصخور التي خلفها فصل الشتاء الماضي. واكب عملية التنظيف انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وفريق من مراقبي الهدنة الدوليين ومن وحدة الارتباط بين الجيش واليونيفيل وسط مراقبة من العدو من خلف الدشم والكاميرات المتحركة المثبتة على عمود يشرف على مجرى الوزاني. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. مزيد من الأخبار المحلية في هذا التقرير. استقبل قائد الجيش علي ماجان قهوجي النائب سيرج تورساركيسيان وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع، كما التقى النائب أكوبا كرالونيا وعرض معهما الأوضاع العامة. بحضور عدد من ضباط الجيش والقوى البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، نفذت وحدات من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع مجموعة القوات الخاصة الموجودة على متن السفينة الحربية البرازيلية تمارين قتالية في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة شاطئ عمشيد حول دهم سفن مشبوهة وتفتيشها، تخللها تنفيذ رمايات بالأسلحة الخفيفة وهبوط حر من الطوافات. وتأتي هذه التمارين في إطار تعزيز التعاون العسكري بين الجيش اللبناني والقوات الدولية. بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تموز المنصرم، أوقفت هذه الوحدات 2522 شخصا من جنسيات مختلفة لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. رفضا لاستمرار الانقطاع العشوائي للتيار الكهربائي ورفضا لاستمرار أزمة النفايات، تظاهر عدد من المواطنين في سور مطالبين الحكومة والمعنيين المباشرة لإيجاد حلول جذرية. وإلى الصفحة الاقتصادية. دعا وزير خارجية إيران دول المنطقة إلى تلبية النداء للمزيد من التعاون. كيف ستنعكس زيارة ظريف لبيروت اقتصاديا برأيك أستاذ رائد الخطيب، حضرتك كمحلل مالي اقتصادي؟ اللي بدي أقوله أنه زيارة السيد ظريف هي تعكس الدبلوماسية الناعمة التي يمثلها السيد ظريف بحد ذاته. نعم. إيران تريد أن تترجم الاتفاق النووي الإيراني اقتصاديا، لكن الزيارة الآن التي يقوم بها إلى المسؤولين الرسميين برأيي هي لإطلاع المسؤولين على الاتفاق النووي وحيثياته، ومن جهة ثانية للبحث عن حل بالنسبة للأزمة السورية. نحن مرتبطين فعليا كاقتصاد وكسياسي بالوضع السوري. إيران الآن تعتبر نفسها جزء من مفتاح الحل في المنطقة وتريد أن تقول أنها دولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط. طبعا لإيران مصالح اقتصادية في لبنان. أنا برأيي أنه إيران لديها مصلحة أن تدخل من الباب الاقتصادي. نعم. الباب الاقتصادي في مجال عدة استثمارات، وسبق أنه إيران طرحت عدة مساعدات من جزء للجيش اللبناني وجزء من الاستثمارات. أنا أتوقع أن فيما يلي هذه الزيارة، الآن ما بتصور أنه دغري حيبتوا بالموضوع الاستثماري، لكن إيران
لديها خبرة بالنفط ومن الممكن أن تعبر إلى هذا الباب. اليوم هناك وفد اقتصادي يعني سيزور إيران يعني لبحث سبل التعاون الاقتصادية بين البلدين. اليوم إيران إلى ديون كثيرة بالعالم عم تحاول تستردها بعد رفع العقوبات، لذلك يعني اليوم رفع العقوبات رح بيأثر كثير على الواقع الاقتصادي لإيران ودول المنطقة طبعا اقتصاديا. إيران ولبنان، إيران خسرت تقريبا 160 مليار دولار من 2012 ل 2015 قبل رفع العقوبات، بلغت نسبة التضخم تقريبا لل 50%. نحن بنشوف انه في سيطرة اقتصادية للدولة الإيرانية على اقتصادها بنسبة 80%، لكن الآن بدأت تتبع سياسة انفتاح جديدة، في خطاب اقتصادي جديد بإيران. اليوم حضرتك يعني كمحلل اقتصادي طرحت حل لمشكلة الكهرباء، بعض الخبراء أنا لم أطرح حل، أنا ما هناك توجيه. حلول موجودة حلول موجودة، ونحن للأسف مع بداية كل صيف عم نشوف هذه الأزمة تتكرر. تؤثر سلبا على صورة لبنان. وزير الطاقة عطيو قانون اسمه القانون 181، هذا للأسف أنه هذا يبيح شو اسمه الانتاج وتحرير الانتاج يعني باتجاه الانتاج الخاص. اسا الحديث هلا ما عمل فيه شيء، معه ايام من سنه وشوي. بدك ترجعي تفعلي القانون 462، بدك ترجعي تفعلي قانون الخصخصه يعني الشراكه مع القطاع الخاص الذي لم يقر للاسف اسا لهلا. يعني هن بيقولوا بدهم خصخصه وقانون الشراكه مع القطاع الخاص كمان اسا مجمد، ما بعرف ليش. في الأخبار الإقليمية، غارات للتحالف العربي على مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن وسط تقدم للمقاومة الشعبية في محافظة إب، وفي سوريا هدنة ل48 ساعة في الزبدان. شنت طائرات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية سلسلة غارات على مواقع للحوثيين وقوات صالح في محافظتي صنعاء وتعز وسط استمرار الحملة البرية للمقاومة الشعبية الموالية للشرعية الرامية لدحر الحوثيين وتحرير مزيد من المناطق بعد سلسلة هجمات أفضت إلى دحر الحوثيين وقوات صالح من عدة محافظات. وفي السياق نفسه، أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء عبد الحذيفي أن هناك اتفاقا لتسلم محافظة إب في الساعات القادمة سلميا بعد سقوط معظم مناطق المحافظة تحت سيطرة المقاومة، في وقت أشارت معلومات صحفية إلى أن الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام قد فر من صنعاء برفقة مجموعة من القيادات، فيما تتقدم المقاومة والجيش اليمني على أكثر من محور في العاصمة وسط انسحاب للحوثيين. من جهته، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تجديده على ضرورة تطبيق القرار 2216. في سوريا، تمددت الهدنة الإنسانية في مدينة زبدان بريف دمشق والفوعة وكفرية بريف إدلب حتى صباح السبت المقبل، بناء لوساطة تركية إيرانية تفضي بوقف إطلاق النار في المدينة مقابل وقف الحصار عن البلدتين المواليتين للنظام، فيما أشارت المعلومات إلى أن مواجهات وصفت بالأعنف دارت بين فريقي النزاع ليلة الثلاثاء. في غضون ذلك، شهدت داريا معارك عنيفة بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية التي استخدمت المروحيات بقصف مواقع وتجمعات للمعارضة بالبراميل المتفجرة، ما أسفرت عن قتلى وجرحى، كما دارت اشتباكات ضارية بين فريقي النزاع في حلب ما أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين. أما في العاصمة دمشق، فقد أشارت المعلومات إلى سقوط عدة قذائف صاروخية في مناطق عدة في العاصمة أبرزها المزرعة ومحيط السفارة الروسية وباب توما، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين. على صعيد آخر، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن المباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد كانت جيدة وتركزت على حل الأزمة في سوريا. ظريف، وبعد لقائه الأسد في سوريا بعد مغادرته لبنان، اعتبر أن آن الأوان للاعبين الآخرين أن يهتموا بالحقائق ويرضخوا لمطالب الشعب السوري ويعملوا من أجل مكافحة التطرف والإرهاب والطائفية. مع أحداث المنطقة نصل إلى ختام نشرتنا. طوني وأنا نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.